وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك المشاهدين. إذا هي الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى دولة جيبوتي، كيف تقرأ إذا ذلك وما يعنيه وما يضيف أيضا إلى العلاقات المصرية الجيبوتية؟ العلاقات بين مصر وجيبوتي علاقات تحدث على مدى سنوات عديدة في وقت كإحدى دول الاتحاد أو كإحدى الدول في الجامعة العربية، وأيضا في إطار العلاقات الثنائية. لكن هناك بعد على تلك البلغة، وهو بعد منطقة البحر بعد أن مجلس الدول العربية والإفريقية على البحر الأحمر عدن، وهو أمر غاية الأهمية هذه المنظمة الولاية. تعني بالأمن والتنمية، تربط ما بين المنطقة العربية والقارة الأفريقية، تنظر إلى البحر الأحمر الحية العربية الأفريقية، تحقيق الأمن والتنمية. طيب سعادة السفير يعني استاذن حضرتك يا فندم لو تتحرك قليلا لالتقاط يعني اشاره الهاتف بشكل افضل واوضح نكون شاكرين. ونود ايضا ان ننتقل الى محور اخر، وهو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعرب عن رغبه مصر في الارتقاء بالعلاقات بين كل من مصر وجيبوتي الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه، فما الفارق الذي سوف يحدثه هذا التحول على مستوى العلاقات اذا؟ كما العلاقه مع جيبوتي في مناطق محوريه ثلاثه، هي المنطقه العربيه ومنطقه البحر الاحمر والقاره الافريقيه. الشراكه الاستراتيجيه تعني ان هي ومواقف في كافه المجالات، سواء كان يتعلق بالاستقرار ويتعلق بالعلاقات في المجال العسكري، سواء بالمجال السياسي والمجال الاقتصادي. سعادة السفير يعني أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر لتعذر هذا الاتصال نظرا لموقعك. شكرا جزيلا لك السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، كنت معنا في نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري.